هذا المشهد وكأنه حملة انتخابية مبكرة. خطاب جماهيري يلقيه أردوغان في مدينة وان ذات الغالبية الكردية يحثهم فيها على التصويت لصالحه في انتخابات العام المقبل. عين حزب العدالة والتنمية لا تفارق المدن الشرقية للبلاد. محاولات لاستمالة الناخب الكردي من خلال افتتاح مشاريع تنموية وخدمية. ثمة سعي من قبل الرئيس التركي لتثبيت وجوده في إحدى معاقل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. إن شاء الله سنخترق صناديق الاقتراع عام 2023. هل أنتم مستعدون لمنح أصواتكم من أجل تركيا الكبيرة والقوية؟ هل أنتم مصممون لإفساد الألاعيب التي تحاك ضدنا؟ مهمة الحزب الحاكم لن تكون سهلة في المناطق الكردية. تأييد كبير يحظى به حزب الشعوب الديمقراطي هناك. برامجه الانتخابية تنطلق بحسب ما يقول من مظلومية حقوقية يتعرض لها الأكراد، بالرغم من تأكيدات الحكومة أنها أدخلت إصلاحات جذرية ومنحت حريات كبيرة لسكان تلك المناطق. أردوغان يعني تواجد فيها كثيرا، وهناك له يعني استقبال حافل منذ القديم وما زالت، لذلك حاول أن يبدأ من هذه المدينة لبداية تكون لصالحه في الأيام القادمة. أكبر أحزاب المعارضة أيضا ترنو عيونها إلى المناطق الكردية، تستعد هي الأخرى لإقناع الناخب الكردي ببرامجها السياسية. تحاول بحذر نسج خيوط للتحالفات مع الأكراد دون الوقوع في مطب اتهامه شعبيا بدعم تنظيم حزب العمال الكردستاني. لطالما ظلت الحكومة التركية تردد أنه لا يوجد أزمة كردية، إنما هناك مشكلة أمنية مع تنظيم مسلح يحارب الدولة. نجح أردوغان من خلال هذا الخطاب والحقوق التي منحها للأكراد من تحقيق اختراق في مناطق عدة شرقية البلاد، وأصبحت له قاعدة جماهيرية في مدن عدة محسوبة تاريخيا كمعاقل للأحزاب الكردية. عدنان جان العربي، اسطنبول.